الله يسلمك. للحفاظ على رونق الاحتجاج وعلى حياتكم، هاي الارشادات، ولابعاد المخربين يرجى الالتزام وقراءه النقاط التاليه. اول وحده، يحاكيك ابو ابراهيم، اول وحده التوجيه والتعليمات تكون حصرا من منصة السماعات المركزية. أيها الأحرار، يعني مثلا لا سامح الله إجا واحد وقال لك يابا أكو عبوة راح تطق رمانة ما لك حاجة بيه، اسمع من السماعة ولا تركض أبد. إحنا أبطال وشهدنا إحنا والقوات الأمنية، ذو تجي من إيشياب تجي أحزاب نلعى الوالديهم ويانا الجيش. لا تركض، الركضة تفتت التظاهرة، بل اثبت بمكانك والجيش وياك. فأي هاي النقطة الأولى، التوجيه والتعليمات تكون حصرا. إذا السماعة قالت لك انسحب إيه؟ ليش؟ لأن راح تقف عليها اللجنة. النقطة الثانية، أيها الأحرار، حياتكم لدينا أهم من عروشهم، حافظوا عليها بالالتزام بتوجيهات اللجنة التنظيمية بدقة. ثالثا، التعاون التام مع اللجنة التنظيمية، أصحاب اليلقات الخضراء، فوجودهم لحمايتكم ولخدمتكم. هتافاتنا وشعاراتنا ولافتاتنا مركزية موحدة. مو أنا أجيب لافتة عند واحد قايل له راح أضربك أكسلو، غير شغلة وأريد أعلقة وتجي اللجنة تقول لي لا تعلقة وأسوي روحي بطل. لا، أنا هداني إذا عرفت اللجنة، فخلي نلتزم ويصير عندنا تنظيم. إذن الشعارات والصور تكون مركزية، الابتعاد التام عن الاحتكاك مع القوات الأمنية، لأن إخواننا وتاج روسنا ومظلومين ونطالب بحقوقهم. أهالي بغداد مشكورين، موفورين، موفرين وجبات الطعام، وتماسككم وصبركم ومطاولتكم مهمة جدا بتحقيق النصر. سابعا، في حال ملاحظة أي شيء سلبي أو تعتقد فيه ضرر على خطوة اليوم، يرجى تبليغ الأخوة في اللجنة التنظيمية فورا. ثامنا، الإعلام نصف المعركة، لذا اجعل من هاتفك وحساباتك الإلكترونية منصة لدعم خطواتنا بالتوثيق والنشر. أنتم الأبطال، الزود لكم، أنتم من يفتخر الوطن بهم، أنتم من ستخط أسماءهم في تاريخ العراق المشرف. والشكر الجزيل لكم، الله يوفقكم وينصركم، وإن شاء الله النصر، نسأل من الله النصر، النصر لكم والجهودكم وتضحياتكم. إذا شغل الغالي له، شغل أخوه. راح ينزل. استمر بالنغمة بس عليك هذيك شوية. حمودي، حمادة، حياتي، خلنا ناخذ بلكي كذا نقدر. يلا إن شاء الله، إن شاء الله. شعب العراق ولا العراق خصم.